استاذ ابراهيم من اسماعيليه، اتفضل. يا حاج ابراهيم. نعم. انعم الله عليك، اتفضل. حضرتك احنا حضرنا الوحده البيطريه في مركز الجصاصين الجديده. ايوه. منعدمه خالص يا باشا، مش فيها اي خدمات. يعني ايه الخدمات اللي انت ما لقيتهاش فيها؟ الخدمات بنروح مثلا نلاقي الدكتور مش موجود. امال بتلاقي مين؟ ده مش عارف راح في مصر في اجتماع مش عارف فين كده يعني. ايوه، انت حملات التحصين جات لكم اللي هي في شغاله في الفتره دي؟ لا لسه حضرتك ما جاتش. ازاي؟ انت فين في القصاصين؟ يعني في عزبه اسمها عزبه السلموني تبع عرب ابو جاسم. عزبه السلموني. ايوه يا باشا. تبع عرب ايه؟ عرب ابو جاسم. عرب ابو قاسم. عرب. بص اسمعني بقى، انا هقول لك ايه بالظبط. اتفضل. عشان احنا هنشتغل سوا انا وانت. اولا بكره ان شاء الله على الهوا ان شاء الله هنكلم وكيل وزاره مديريه الطب البيطري في اسماعيليه. ماشي يا ريس. واعرف عزبه السلموني دي نزلوا لها امتى او لسه ما نزلولهاش، ولو ما نزلوش ليه. ماشي يا باشا. واعرف الوحده البيطريه دي فيها كام طبيب وحضورهم ومواعيدهم وكل حاجه هبينها لك على الهوا. ماشي. تمام. انا بطلب منك بقى، انت اخر مره رحت الوحده البيطريه دي امتى؟ والله احنا بنروح الوحده البيطريه حضرتك يعني، هو يعني الاجابه مش موجوده. بس بقول لك ايه، يعني انا بسالك سؤال، انا بتكلم معاك دلوقتي وانت ماشي. عارف ان انا ما بجاملش حد. بالظبط. بتروح الوحده البيطريه انت اخر مره رحت امتى؟ اخر مره من مضي 3 ايام حضرتك. ليه؟ كنت رايح ليه؟ كنا رايحين يعني في واحد متوفي ورايحين ندفنه، والوحده البيطريه جنب المدارس بتاعتنا حضرتك. بص الكلام ده مش ينفع. ما جاف لحضرتك على طول. انا ما ينفعش ان انا دول. انت كده بتتكلم بكل صراحه وانا بشكرك. انا رايحين جنازه فقلنا نعدي على الوحده البيطريه فبالمره ما لقيناش دكتور. لا حضرتك على طول على طول الجنازات ما بتخلصش طبعا حضرتك عارف. بقول لك ايه؟ عندك كام حيوان في الحظيره بتاعتك؟ يا حاج فصل ماشي.